لو خيروني تدي الدوري للسيتي ولا ليفربول انا مش هختار، لان مانشستر يونايتد المفروض يكون هو اللي بيكسب. زمان وعدت الناس اخلي يونايتد اعلى من ليفربول وانزلهم من عرشهم، وفعلا خليت يونايتد اكتر نادي توج بالبطولات في انجلترا، بس ده ما كانش سهل ابدا. لحسن حظي بدأت تدريب مانشستر يونايتد وما كانش فيه انترنت، ده ادالي صبر 4 سنين عشان اخد بطولة الكاس. لسه فاكر يومها الجرايد في بريطانيا كتبت ايه؟ حسناً اثبتت ان بامكانك الفوز بالكاس، عد لاسكتلندا. سنة 86 كان يونايتد شبه فريق، في لعيبة اكبر من النادي، مدمنين خمرة، واقصى احلامهم المنطقة الدافية. هدمت البيت القديم، قلت لهم المشكلة ان ده فريق، لازم يبقى نادي. بنيت أساس قوي، وفي 4 سنين اشتغلت على الناشئين، والنتيجة ديفيد بيكام وبول سكولز، براين جيجز، جاري وفيليب نيفل، جيل الثلاثية الوحيدة في تاريخ انجلترا لحد النهاردة. واللي حصل في الماتش قدام بايرن ميونخ بيلخص مسيرتي مع مانشستر يونايتد. أهداف اللحظات الأخيرة هي دي مسيرتي مع النادي، أنا بحبهم جدا لدرجة أني ممكن أتكلم عنهم طوال الوقت. كان في مشكلة كبيرة إن الأندية الإنجليزية ما بقتش تقدر تنافس بقوة في أوروبا، والمنافسة كانت شبه الصعود لقمة جبل شاهق، وبدأت أخطط إزاي أصعد لقمة الجبل ده، لأني كنت عارف إن محدش هيقول عليا مدرب عظيم إلا بعد الفوز بدوري الأبطال. واليوم النهائي قلت للعيبة في محاضرتي الأخيرة لو خسرتوا هيبقى بينكم وبين الكاس 6 خطوات بس، ولكن مش هتقدروا تلمسوه، وفي منكم هيشوف الكاس ده للمرة الأولى والأخيرة، وهتبقى دي أقرب مرة تقربوا فيها ليه، وهتكره طول حياتك فكرة إنك مقدمتش كل حاجة عشان ما تخسرش. محدش منكم هيجرؤ يرجع هنا من غير ما يقدم كل حاجة عنده. وكسبنا في دقايق تاريخية بهدفين في الدقيقة 90 و93، وبقيت ملك أوروبا. إنك تسيطر على إنجلترا 10 سنين ده صعب، لكن عشان تخليهم 20 ده كان مستحيل، إلا لو عملت زي ما أنا عملت، اتحولت من مدرب لمدير. ولو سألتني أهم ميزة إيه في المدير، القدرة على اتخاذ القرار. قرار زي الصفقات، أنا أصريت على رود فان نيستلروي حتى بعد إصابته بالصليبي. كريستيانو أول ما شفته نسيت الماتش مع سبورتينج لشبونة، وقلت للمساعدين حد يجيب لي مدير النادي بسرعة، مش همشي من هنا من غير رونالدو. مدير النادي سألني للدرجة دي؟ قلت له جون أوتشيا لسه عنده صداع بعد ما لعب قدامه. وقرار زي إنك تطرد وحش اسمه روي كين بعد كل اللي قدمه ليك وللنادي. روي كين قائد عظيم، قوة كبيرة اليونايتد، أي لاعب بيغلط ما كانش يقدر يستخبى منه، لدرجة إنه في يوم ضرب بيتر شمايكل، وإنتوا عارفين شمايكل ده صعب إزاي حد يضربه، وفي يوم انتقد كل اللعيبة في التلفزيون، وبسبب ده حصل خلاف كبير بينهم، قلت له ده ما ينفعش، بدأ يزعق لي، يومها قررت إنها النهاية. فان نيستلروي كان هداف الفريق، لكن لما شتم كريستيانو بعد وفاة والده، وقال له في الخناقة روح اشتكي لباباك وخلاه يعيط، قررت إن وجوده في الفريق هيبقى خطر. ويوم ما شتمني أنا نفسي، قلت للإدارة هنجح مع ساها، وحفشل لو ظهر للفريق إن فان نيستلروي أقوى مني. والإدارة دايماً كانت في ظهري، حتى في يوم ما مشيت أهم لاعب ظهر في الميديا الإنجليزية، ديفيد بيكام. بيكام اختار الشهرة بره الملعب عن جواه، وفي آخر موسم ليه، مستواه كان بيقل كل يوم أكتر. وأما تسببت غلطة منه في خسارتنا في الكاس قدام أرسنال على ملعبنا، انتقدته، بس هو ما تقبلش كلامي. ما حسيتش بنفسي إلا وأنا برمي جزمة من العصبية جت فوق عينه الشمال بالظبط. من غير بيكام نجح فليتشر، ومن غير فان نيستلروي قدم تيفز نفسه كمهاجم ممتاز. مفيش مشكلة طالما الكل عارف إن في حاكم واحد بس للمركز. وكريستيانو وروني كانوا أساس مشروع ال10 سنين التانية، والنتيجة دوري أبطال أوروبا تاني طبعاً، لكن في ماتش كان هيتحول لكابوس. لعبنا كويس، لكن حاجة واحدة كنت خايف منها، ضربات الجزاء، وطبعاً حصل. أنا خسرت 6 مرات وكسبت مرة واحدة ضربات ترجيح في حياتي. وأما رونالدو ضيع في النهائي وجون تيري كان داخل يشوط، بدأت أفكر هقول للعيبة إيه بعد الماتش، لكن لحسن الحظ تيري اتزحلق وأنيلكا ضيع وفزنا. أنا ما صدقتش إن الكابوس راح، وإن بعيش لحظة استثنائية تاني بعد 99، لدرجة إن ما قدرتش أتحرك من الكرسي قبل استلام الكاس. لكن رغم كل النجاحات كان في لحظات حزينة، بس أكتر لحظتين بيخلونا اتضايق هما لما خسرت من برشلونة مرتين في 2009 و2011، لأن دي كانت أكبر فرصة نكسب فيها اللقب الرابع،
ونقرب من ليفربول، بس برشلونة أكتر فريق تحديداً حسيت بالعجز قدامه في 2011 لسبب ميسي، أحسن فريق واجهته في مسيرتي. أما اللحظة التانية فكانت لما مانشستر سيتي كسب الدوري، دي كانت أسوأ نهاية للموسم. حسيت إن اللقب كان في إيدينا وضيعناه، يومها حسيت إن دي النهاية. مرة وصلني جواب يطلب مني أرد ليه فلوس تذكرة ماتش قدمنا فيه أداء سيء. فكرت أقول له خصمها من 27 سنة متعتك فيها بانتصارات على إنتر وبرشلونة ويوفنتوس، سمي أي نادي أكيد كسبناه في رحلتي. أنا فكرت أعتذر مرتين، مرة وأنا عندي 60 سنة وزوجتي رفضت وقالت لي أنت لسه بصحتك، وابني قال لي إن اللي يقرر يرمي كل ده يبقى غبي، أنت تقدر تبني جيل تاني زي اللي أخد الثلاثية. والمرة التانية كانت دي، لأني أول مرة أحس إن مش هقدر أستحمل فكرة خسارة الدوري تاني، ولأن زوجتي نفسها اتغيرت بعد وفاة أختها، وعرفت معاها إن العمر قدامنا مش طويل ولازم نستمتع بيه. والأول مرة أحس إن المتعة ممكن تكون في حاجة برا أولد ترافورد، لكن كمان كان لازم أخرج من الباب الكبير. صبرت، كسبت الدوري وانتهت رحلتي. طول عمري كان نفسي أعمل زي بوبي تشارلتون، بعد اعتزاله أخيراً قدر يستمتع بالكورة، يقعد في المدرجات متحمس وعارف إن النهاردة مهما كانت النتيجة يقدر يروح البيت وينام. في 27 سنة تدريب مانشستر يونايتد أنا اتحديت كتير، اتحديت ليفربول بقوته، أرسنال التاريخي مع صديقي فينجر، مدرب شاب مغرور كان ممكن يسيطر علينا لو ما سيطرناش عليه زي مورينيو، وأخيراً فلوس مانشستر سيتي. أنا عمري ما اهتميت بالألقاب، سير، استثنائي أو نورمال وان، أنا كنت بهتم بالبطولات، ببص في الساعة مع كل وقع اللاعب علشان الحكم يحس إنه بيضيع وقت كتير ويديني فرصة أكسب، أكتب انتصار، أعمل تاريخ لمانشستر يونايتد، والتاريخ ده هو اللي هيختار لي اللقب المناسب.